يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي وما ثقتي إلا بالله وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وقاداتنا وهداتنا إلى الله، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الآل والصحابة والأهل والأزواج والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله العظيم، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، إخوة الإيمان والعقيدة، يقول الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن لله في أيام دهركم نفحات، إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. أحبتي في الله، ونحن نسمع ونشاهد حجاج بيت الله الحرام وهي تشد الرحال إلى تلك البقاع الطاهرة، إلى تلك البقاع التي تعتبر أطهر بقاع الأرض عند الله جل جلاله، والقلب يحدو ويشدو ويقول: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل رقادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي. هنيئا لكم يا حجاج بيت الله الحرام، هنيئا لهم زيارة بيت الله، هنيئا لهم زيارة حبيب الله صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال هنا يكمن لكل واحد منا فيقول: هل يا ترى نحن الذين لم نستطع أن نلحق بركابهم، هل نحرم من أجر هذه الأيام؟ هل نحرم من بركات هذه الأيام الفضيلة؟ حاشا، حاشا إله العالمين أن يحرمنا من ذلك الأجر العظيم، حاشاه جل جلاله أن يحرمنا من نفحات هذه الأيام الفاضلة. ها هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول لنا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر من ذي الحجة.
ونحن في مستهلها. العمل الصالح في هذه الأيام يعتبر من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله جل جلاله. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا أن الحبيب قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الرجل الوحيد الذي استثني ثوابه عند الله من بين كل المجاهدين ومن بين كل الأعمال الفاضلة في هذه الأيام، إلا رجل خرج في مثل هذه الأيام بماله وبنفسه فلم يرجع منها بشيء. دونه أن تجتهد في هذه الأيام الفاضلة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر حتى يبين لنا فضلها، قال: أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أيام العشر ولياليها هي أفضل أيام الدنيا عند الله. فهل حرمنا أجر هذه الأيام؟ هل حرمنا الثواب إذا لم نكن في بيت الله الحرام؟ لا والله، ربنا جل جلاله المعطي الجواد الرحيم يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء. فهاك يا أخي، هاك يا أخي فرصة عظيمة، هاك يا أخي فرصة عظيمة، قم واجتهد فيها حتى تنال خيراتها، قم واجتهد حتى تنال بركاتها، قم واجتهد حتى تنال أنوارها. هذه الأيام أقسم ربنا سبحانه وتعالى فيها، وإذا أقسم ربنا في شيء فهو عظيم، لأن العظيم لا يقسم إلا بعظيم. قال جل جلاله: والفجر وليال عشر. هذه الواو تسمى واو القسم، حينما تحلف تقول والله. فالله تعالى أقسم في القرآن الكريم فقال: والفجر، حتى يبين لك عظمه، وقال: وليال عشر. وجمهور المفسرين على أن ليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجة. فهل من مشمر؟ هل من مشمر ومستعد للاجتهاد في هذه الأيام المباركة ولياليها؟ ولا تنسى أخي، إياك أن تنسى أن الله سبحانه وتعالى إذا ما اطلع على قلبك ورأى منك إقبالا صادقا كنت عنده من المقربين، متى رأى من عبده إقبالا عليه صادقا من قلبه أصبح العبد من المقربين. وإذا أصبحت من المقربين فتحت لك الأبواب حتى تطرح على عتبة باب الله جل جلاله وتقول: يا رب، وتقول: يا رب. حينها سل تعطى، حينها اطلب ما تشاء، إنك من المقربين. اطلب حتى يزيل همك، حتى يفرج كربك، حتى ينفس همك. اطلب من الله تعالى جل جلاله، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي نمر فيها، وقل: يا رب خر لنا فإنا لا نحسن الاختيار، يا رب دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. إن قلنا من مقام إلى مقام إذا كان فيه خير لنا، إن كان مقامنا في هذه البلدة خير لنا في ديننا ودنيانا فيسره لنا وبارك لنا فيه، وإن كان أمر نقلنا إلى بلد آخر فيه خير لنا فالأمر إليك يا رب، الأمر إليك يا رب. فوالله الذي لا إله غيره ما لنا إلا الله، ما لنا إلا الله، ما لنا إلا الله.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نجعلنا دائما في صلة متواصلة معه جل جلاله. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، واشغلنا بما تريد عما تريد، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المصابيح الغرام، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وأخرجوا حب الدنيا من صدوركم، فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أنه لا يضر ولا ينفع، ولا يصل ولا يقطع، ولا يعطي ولا يمنع، ولا يخفض ولا يرفع، ولا يذل ولا يرفع إلا الله. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة قدسه وعرشه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي مولانا راية الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل يا إلهنا الكفرة والمشركين والملحدين، أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم سوءا أو شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله عبرة لمن أراد أن يتذكر أو يعتبر. اللهم لا يخفى عليك أمرنا، اللهم لا يخفى عليك أمرنا، نشكو إليك ما أنت أعلم به منا، نسألك اللهم فرجا من عندك قريب، نسألك اللهم فرجا من عندك قريب لنا ولإخواننا في بلادنا يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا، نفس كروبنا، اقض ديوننا، وسع أرزاقنا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، إلهنا ومولانا وسيدنا، نسألك أن تحفظنا وتحفظ المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان مقامنا في هذه البلدة خير لنا في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا، فيسره لنا يا رب. وإن كان الخروج من هذه البلدة خير لنا في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا يا رب، فيسره لنا. إن كان الخير في هذا أو هذا اختر لنا، فإنا لا نحسن الاختيار. اللهم أنت الذي تختار لنا، ونعلم أنك أنت الرزاق، فحينما رزقتنا هنا سترزقنا في بقاع أرضك يا رب. فيا رب اجعلنا متوكلين عليك حقا، اجعلنا صادقين في التوجه إليك حقا، إنك سميع قريب مجيب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولمن علمنا ولمن وصانا بدعاء الخير. صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.